رحب من جديد بضيفنا عبد السلام الراجحي، الكاتب السياسي الليبي. سيد راجحي، أهلا بك مجددا معنا. إذا هذا المؤتمر الثاني رغم قصر المدة ولكن يضم حضورا دوليا كبيرا، والعنوان شبه المتفق عليه هو خروج المرتزقة، ويعني وصول إلى المرحلة التي سطرت في برلين واحد. هل هناك خوف من فشل يعني مقررات برلين واحد على ضوء وجود المرتزقة والسلاح، ولذلك تؤكد هذه الدول على ذلك؟ مساء الخير لك الأستاذ المشاهدين. أعتقد أن حتى الآن هناك تفاؤل كبير وزخم، لكن كان مؤتمر برلين زخمه أكثر. يعني كان حتى التمثيل، كان رؤساء الدول شاركت في مؤتمر برلين واحد، بينما نجد مؤتمر برلين اثنان هو ممثلين بوزراء خارجية. والمهم أيضا هنا التمثيل الروسي كان ضعيفا جدا، وهي دولة لاعبة ومهمة أصبحت في الأزمة الليبية بحكم أن لديها قوات روسية على الأراضي الليبية. هي صحيح لا تعترف بها لكن هي موجودة، وهي جزء من المشكلة أو أس المشكلة كما يقال في الأزمة الليبية. لكن مع هذا يعني أعتقد أن هذا الزخم جيد فيما يخص التجديد، فيما سار رسالة للمجتمع الداخلي الليبي والعالم أن يجب إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية وإجراء انتخابات في 24 من ديسمبر القادم. ايضا الملفت في هذا المؤتمر هو عدم دعوه حفتر. كانت جميع المؤتمرات في السابق، ان كان باريس واحد او اثنان او باليرمو او ابو ظبي او مؤتمر برلين واحد، وفي في ايضا في روما وغيرها، كانت دائما الدعوات يتم يعني دعوه حفتر يحضر في هذه المؤتمرات. نجد هذا المؤتمر غياب كامل لحفتر ولم يتم دعوته او حتى ممثلا عنه، بل نجد الممثل الوحيد هو السيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والذي أيضا رسل رسالة أو مبادرة لاستقرار ليبيا. أعتقد أن هي مهمة جدا، هذه مبادرة ليبية خالصة تطلقها السلطة التنفيذية الموحدة الليبية فيما يخص إخراج ليبيا من مأزقها، وسمتها بمبادرة استقرار ليبيا. تتلخص في 4 نقاط، أهمها هي توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية ودعمها بوضع ميزانية، لأن الحكومة حرمت من ميزانية من قبل مجلس النواب، وأيضا أن يكون هناك قاعدة دستورية وانتخابية، لأن من يملك هذه السلطة هو مجلس النواب ومجلس الدولة، الذي حتى الآن يعرقل مجلس النواب طيب، إخراج قانون أو سلطة أو قاعدة أشرت إلى دستورية غياب حفتر لإجراء وإلى الانتخابات. التركيز على خروج المرتزقة. المقصود بالمرتزقة بالذات هم مرتزقة فاغنر الروس وليس مقاتلين أجانب آخرين، هذا مبدئيا. وأيضا السؤال عن المؤتمر في حد ذاته، هل نحن إزاء مؤتمر محفز، جرعة محفزة إذا شئت، لمؤتمر برلين واحد، أم إن هناك يعني تحديات مختلفة هذه المرة؟ هو حتى نكون واقعيين، حتى مؤتمر برلين نجاحاته التي تنسب إليه في هذه الأيام هي ليست نجاحات مؤتمر برلين، هي نجاحات عملية عاصفة السلام التي أطلقها الجيش الليبي لإخراج حفتر من جنوب العاصمة طرابلس وإرغامه على عملية وقف إطلاق النار. مؤتمر برلين واحد فشل منذ يناير حتى يونيو 2020 في إجراء في ضغط على حفتر لعملية وقف إطلاق النار، ونعلم جميعا أن حفتر في ذلك الوقت رغم دعوته في برلين لكن هرب منها، والصحافه الالمانيه تحدثت انه لم يرد على تليفونات المستشاره الالمانيه في مؤتمر برلين واحد. اعتقد انه صحيح محفز وهو ضاغط، لكن يظل ادوات مؤتمر برلين واحد او اثنان قاصر، لان اليه تنفيذ هذه المخرجات يجب ان تكون عبر قرارات مجلس الامن، ومن ضمنها ان يعني تسلط عقوبات على المعرقلين. مثلا هناك تتم الآن عرقلة من إخراج المرتزقة الروس، وعرقلة في إجراء الانتخابات وإصدار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات. المفترض أن تكون هناك قانون، قرار مجلس الأمن يعاقب من يقوم بهذه العرقلة، لكن لأن روسيا طرف نعم، في هذه العرقلة لا تصوت أو تسمح له بأن يكون هناك عقوبات. روسيا صوتت أكثر من مرة فيما يخص منذ إبريل 2019 7 مرات صوتت او حرمت قرارات مجلس الامن فيما يخص ليبيا 7 مرات خلال سنه ونصف او سنتين، يعني اخرها كانت وضع عصابه مجرمه داعمه لحفتر اسم او تابعه لحفتر اسمه ميكانيات مسؤوله عن المقابر الجمعيه، روسيا رفضت وضعهم في القائمه السوداء. شكرا فنحن جزيلا، المعرقل حقيقه في شكرا مجلس لك، الامن هو روسيا. ماذا ستفعل روسيا خصوصا وصلت ان الفكرة تمثيلها سيد ضعيف راجحي، في شكرا هذا لك، المؤتمر؟
شكرا جزيلا عبد السلام الراجحي الكاتب السياسي الليبي، كنت